الخير. النهاردة عايز أحكي لكم حكاية شاب مصري داق به الحال وسمع إن في رزق أحسن في بلد تانية. راح يشتغل واشتغل وتعب، يمكن كان لسه خاطب، يمكن كان لسه متجوز، يمكن كان مخلف وعنده ولاد صغيرين ويمكن كبار، لكن كانت إيد الإرهاب مستنياه، وكان الغل والحقد موجود في المكان اللي بيشتغل فيه. لقى أصحاب وإخوات وقرايب وبقى مجموعة كبيرة. في يوم خبط عليهم الباب واتخذوا بعنف شديد، اتخذوا على مكان متعب وتمارس عليهم أنواع كتير من التعذيب، وطلب منهم إنهم ما ينكروا دينهم، ولكن بثبات رفضوا. اتطلب منهم ربما بعد ما يخضعوا ان هم يدوا معلومات عن بلدهم، لكنهم كانوا رافضين اي تعاون مع الارهاب، كانوا رافضين الا انهم يفضلوا مصريين. بعد كده قرروا يخلوهم عبرة للعالم، وفعلا ذبحوهم وبقوا بدل ما يكونوا عبرة للعالم، خلوا اللي عملوا فيهم كده هم اللي عبرة للعالم. النهاردة يحتفل العالم، تحتفل مصر وبتحتفل الكنيسة بعيد شهداء الوطن، شهداء مصر في ليبيا، اللي علشانهم وعشان خسة وندالة الإرهاب قرر رئيس الجمهورية فورا الثأر بالجيش المصري لهذه المجموعة النبيلة من المواطنين المصريين. 5 سنين، 10 سنين، 15، 20 سنة، ما اعتقدش ان احنا ممكن ننسى. كمان الكنيسة خلت هذا اليوم هو عيد لكل شهداء الكنيسة في العصر الحديث، شهداء ليبيا، شهداء اسكندرية، شهداء كنيسة القديسين ليلة راس السنة 2011، شهداء المنيا، شهداء حلوان، شهداء، وأعتقد معاهم شهداء الوطن في سيناء وفي كل حتة فيك يا مصر. دي كانت قصة شهداء مصر في ليبيا. هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن الموضوع ده النهاردة. بس الحقيقة اللي شاغل بالي، ليه الكنيسة بس هي اللي احتفلت بيهم رغم أنهم شهداء الوطن كله؟ ليه ما شفناش جامعات؟ ليه ما شفناش مراكز شباب؟ ليه ما شفناش هيئات رسمية أو غير رسمية؟ ليه ما شفناش جمعيات أهلية؟ ليه ما شفناش، صحيح كان فيه وكالات أنباء كتير بتوثق العيد بتاعهم وافتتاح المتحف والبانوراما اللي اتكلمنا عنها في أول حلقة من حلقات مساء الخير يوم الاثنين 20 يناير 2020، لكن كنت أتمنى إن جهات تانية تحتفل بشهداء مصر، لأنهم بيمثلوا كل شاب مصري، فخر للوطن وشرف للشباب ومجد للكنيسة. أشوفكم بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير. قبل ما ندخل في أخبارنا أقول لكم إن عندنا فقرة تانية، وهي فقرة الحوار الأولى قبل فقرة الاحتفال بافتتاح المتحف والبانوراما الخاصة بشهداء ليبيا في قريتهم، قرية العور بصملوط. هيبقى عندنا فقرة مهمة عن قانون الكيانات الإرهابية والتعديل اللي حصل في هذا القانون من البرلمان مؤخرا لمحاصرة هذه الكيانات. هيكون ضيفنا فيها سيادة اللواء سلام الجهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وفقرة
شهداء ليبيا والبانوراما والمتحف، هيكون معانا الأستاذ الدكتور جرجس الجولي، أستاذ النحت بجامعة المنيا، واللي صمم ونفذ البانوراما والحاجات، أجزاء كتير من التماثيل والمتحف. تعال ندخل في أخبارنا. أول خبر بيقول السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، والعناني يقول الافتتاح بإذن الله خلال الربع الأخير من 2020. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم كل من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وجه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي. وأيضا اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن هذا الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خصوصا على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج ومصانع الأدوية. وجه الرئيس أيضا في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام. عايز أرجع لموضوع المتحف المصري الكبير، لأن رئيس كان ليه ملاحظة جميلة قوي أنه العرض المتحفي والأداء الأثري والسياحي والثقافي يكون متناغم مع باقي مشاريع الثقافة في مصر، وعلى رأسها مدينة العلوم والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة. معي على التليفون دكتور محمود الحلواجي المدير الأسبق للمتحف المصري. مساء الخير يا دكتور محمود. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك وألف مبروك على قرب افتتاح المعجزة المتحفية، المتحف المصري الكبير إن شاء الله. إن شاء الله مبروك لينا ولكل المصريين إن شاء الله بافتتاح هذا المشروع القومي الهام، الصرح الثقافي اللي يعني إن شاء الله هيكون حدث عالمي. افتتاح المتحف بإذن الله إن شاء الله في أكتوبر بإذن الله هذا العام. دكتور محمود من فضلك، يعني حضرتك لما كنت مدير للمتحف المصري والتكدس اللي كان عندك والصالات اللي كانت مكتظة بمعروضات، وأكيد كان نفسك إن كل قطعة تبقى معروضة بشكل لائق وحواليها فراغ كافي ولها إضاءة كافية وحواليها أماكن للفرجة وللاستعراض من كل الجهات، يعني كلمني عن إنه ده كان حلم أكيد شخصي عند حضرتك وعند كتير من الأثريين. بالفعل يعني كلام حضرتك إن الزائر للمتحف المصري بميدان التحرير كان بيلاحظ في زخم كبير وما بيكونش عنده الفرصة متاحة انه يتأمل الفن المصري والحضارة المصرية بشكل كامل، نظرا لتكدس الآثار والمعروضات اللي كانت بتحتاج منه أوقات كتيرة، وللأسف ان الزيارة بتبقى ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات، ما بيلحقش يشوف الحضارة المصرية بالشكل الكافي او بشكل متاح، لان في تكدس في العرض المتحفي في المتحف المصري القديم. لذلك ان شاء الله لما هيفتتح المصري الكبير في منطقه الاهرامات هتبقى في الفرصه العرض المتحفي والاضاءه وبطاقات الشرح والادوات السمعيه والبصريه، هتدي للمشاهد الفرصة انه يتعرف على الحضارة بشكل اكبر، ويعني يتعرف عليها بطريقة مناسبة غير العرض القديم بتاع المتحف المصري. لكن ده مش معناه، ده مش معناه يا دكتور ان احنا هنخسر المتحف اللي في التحرير، لان هو تحول الى اثر هو نفسه، يعني هو اثر بالفعل، ولكن المحتويات هتبقى فيه روائع الفن المصري القديم، هيعاد العرض المتحفي والسيناريو العرض، وهيبقى في كل قاعة ما بين قطعة أو خمس قطع أو عشر قطع، بحيث الزائر بيتعرف عليها بشكل أكتر من العرض القديم قبل افتتاح
المتحف المصري الكبير. انا كان لي قصه مع المتحف المصري في تحرير، انه غير واحنا صغيرين لما كنا بنروح زيارات العاديه والرحلات، انه كان في وقت من الاوقات كنت بعمل مسرحيه عن قصه لبهاء طاهر اسمها الكاهن كاينان، وكانت اخراج الراحل العظيم الاستاذ نور الشريف في الهناجر. فانا كنت بزور القاعه بتاعت اخناتون يعني كتير جدا، عشان كل مره اقرا حاجه علشان اقدر احصل عن هذا العصر اكبر قدر. يعني فعلا زي ما حضرتك قلت القاعه جميله ومكتظه، لكن السؤال اللي بيلح، معرض مثلا زي توت عنخ امون في اي حته في العالم بيجذب انظار السائحين اللي بيبقوا في البلد والمواطنين بتوع البلد، اهم جناح في برلين، في متروبوليتن، في اللوفر، في بيكون المتحف المصري او الجناح المصري. هل المتحف المصري الكبير سيأتي بهؤلاء إلينا ولا ده صعب شوية؟ لا، هو في صعوبة إن حضرتك تسترجع هذه الآثار، لأن هذه الآثار خرجت في ظل يعني حفائر أو شراء، وكان ما كانش في قانون يحافظ على الآثار لحد سنة 1983، تمام، اللي منع بيع وشراء والإتجار في الآثار. إنما لا شك إن هي الآثار بتاعتنا موجودة بره، هي شاهد على عظمة الحضارة بتاعتنا، ولا شك إن هي دعاية يعني دائمة ومستمرة لمصر. صحيح. وزيارة مصر بيعتبر حلم لأي مواطن في أي دولة في العالم. أنا أرجو يا دكتور محمود حياتك تنورني في الاستوديو، استوديو مساء الخير، لأن عندنا يعني حديث الآثار حديث طويل وحديث ذو شجن، عايزين نتكلم فيه ونشوف مستقبله إن شاء الله. أهلا وسهلا وتحت أمركم في أي وقت. شكرا جزيلا للأثري الكبير دكتور محمود الحلواجي مدير المتحف المصري سابقا. عندنا الخبر اللي بعد كده، دكتور مصطفى مدبولي يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير، ووزير الإسكان يصرح إنجاز 90% من هذه الأعمال، حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء اليوم ميدان التحرير. حضراتكم يعني بتتابعوا من ساعة ثورة يناير 2011، الميدان ده هنقفله، الميدان ده هنفتحه، الميدان ده هنعمل في نصه تمثال، الميدان ده هنعمل في نصه منصة تحمل فقط علم مصر، الميدان ده هيسمح فيه للناس ان هي تجلس على مسطح اخضر داخل الصينية، لا هنغير، هنعمل مسابقة، يعني كان في افكار كتيرة جدا وتم دراستها بالكامل لغاية ان شاء الله اللي هنوصل له. انا اعتقد انه يعني هيبقى ميدان التحرير اللي هو يعني سيركس اوف ليبرتي، زي ستاتيو اوف ليبرتي، تمثال الحريه، هو ميدان الحريه بالفعل، لانه شهد اول انتفاضه كبيره شعبيه في هذا التاريخ الحديث لهذا الوطن. احنا بنجني ثمار تصلحها في ثوره 2013، وتحولت الانتفاضه زي ما كنا دايما بنقول الى ثوره داخل كل هيئة، ثورة داخل كل مؤسسة، قوانين جديدة، إنجازات جديدة، طريقة جديدة للعمل. صحيح إحنا ما زلنا يعني الجزء التنفيذي يعاني 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 من آثار القديم ومن الطريقة القديمة على قديمه، وكل واحد خايف ياخد قرار، وكل واحد مش عارف يشتغل ثوري ولا يشتغل على القديم، لكن يعني إيه، إحنا ماشيين كويس، إن شاء الله قريب الجزء التنفيذي يلحق بركب الجزء الاستراتيجي، الجزء المفكر لهذا الوطن. طيب، النهاردة صرح سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري اختتام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري مصر والسودان إثيوبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين، بحضور ممثلي البنك الدولي. تم استكمال التفاوض على عناصر مكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، تتضمن طبعا الملء على مراحل، إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، الجفاف الممتد، السنوات الشحيحة اللي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد التي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف. يعني لو ربنا مدينا مية كويسة، لو
المية قلت لأي سبب. احنا معانا دكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور أيمن. مساء الخير يا فندم. دكتور أيمن يعني كان يلام على أو كان ينصح بإضافة النص على حجم حصة مصر من المية والتي لا يجب أن تمس داخل هذا الاتفاق، ونقاط أخرى من بعض أساتذة الري والمتخصصين في هذا المجال. هل إحنا وصل لنا تفاصيل هذا الاتفاق النهائي؟ يعني طبعا آخر ما تم الاتفاق عليه هو اتفاق النقاط الست المتعلق بقواعد الملء والتشغيل والملء في فترة أو موسم الأمطار والملء على مراحل وإنشاء يعني آليات لتسوية أو آلية لتسوية الصراعات ومراعاة التوافق ما بين نظام الملء والنظام الهيدرولوجي لنهر النيل. هل يا فندم تم الأخذ باقتراحات مصرية في هذا المجال؟ قلنا من قبل إن هذا الاتفاق لكي نعول عليه كأساس لتسوية هذا النزاع والحيلولة دون حدوث نزاعات مستقبلية أثناء عملية الملء الأول والتشغيل، لابد أن يكون اتفاقا معياريا. معياريا تعني أن تكون هناك أرقام تتعلق بعدد سنوات التخزين، تتعلق أيضا بحجم تصريف النيل الأزرق خلال سنوات التخزين. لابد أن يكون هناك تعريف دقيق لحالة الجفاف وحالة الجفاف الممتد. لابد من النص على ماهية التدابير التي اكتفى الاتفاق السابق بالنص على أنها تدابير مناسبة. واضح من كلام حضرتك أنه ما حصلش الاتفاق أنه يبقى معياري بالطريقة دي. لا توجد لدي يعني أسانيد أو أدلة يقينية أو معلومات تسمح لي بأن أقول إن هذا الأمر حدث أم لا، لكن المؤشرات تؤكد أن تضارب التصريحات ما بين مصر وإثيوبيا يوحي بأن الأمر ما زال محلا للبحث. السيد وزير الخارجية المصري تحدث عن اتفاق وشيك. في المقابل إثيوبيا تتحدث عن أن هناك ما زالت يعني حاجة إلى توقيع اتفاق أو الوصول إلى اتفاق. يعني لسه ممكن أتوقع وجود جولات تانية من المحادثات؟ أعتقد ذلك، لأن يعني حتى خارطة الطريق الحالية كان يفترض أن تصل إلى اتفاق نهائي بحلول 15 يناير الماضي. الآن انتصف شهر فبراير دون أن نصل إلى اتفاق، وأعتقد أن مثل هذه المفاوضات ربما تحتاج إلى وقت أطول، ودليل ذلك. لكن اسمح لي يا دكتور أيمن، هل حضرتك ترى كأستاذ للعيوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية بالقاهرة، هل حضرتك جامعة القاهرة بترى أن احنا نسير على الطريق الصحيح حتى لو احتاجنا لبعض الوقت؟ يعني أعتقد أننا لا نملك سوى أن نستكمل المسار التفاوضي. الوقت ليس في صالحنا وليس لدينا رفاهية الانتظار، وأعتقد أننا كنا في حاجة إلى تدعيم هذا المسار التفاوضي بضغوط سياسية واقتصادية يمارسها الحلفاء لمصر سواء الحلفاء الإقليميين أو الدوليين لكي ندعم أوراق الضغط التي كان ينبغي أن نمارسها على إثيوبيا خلال فترة المفاوضات. أنه ليس من المنطقي أن تخوض إثيوبيا هذه المفاوضات بأسقف متشددة في حين أن مصر قدمت أقصى درجات حسن النية وأقصى درجات حسن ضبط النفس والحكمة والحفاظ على الجوار مع إثيوبيا التي قدمت لنا أقصى درجات التشدد. وبالتالي زيارة وزير الخارجية الأمريكي لأديس أبابا المرتقبة، هذه الزيارة من شأنها طرح بعض الحلول وطرح بعض العروض على إثيوبيا لكي تبدي قدرا أكبر من المرونة. وأعتقد أن تسوية هذا الملف بشكل عادل هو أمر يدعم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، ويدعم أيضا المصلحة الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وإظهار أمريكا بشكل أو في صورة صانع السلام العالمي وحلال المشاكل الكبيرة في القارة الإفريقية. بالتالي أعتقد أشكرك جدا
يعني إذا سمحت لي أن أختم وأقول إننا نسير على طريق ينبغي أن ننهيه على أي حال، لكن في جميع الأحوال في تقدير أن مصر لن تسمح بإنشاء هذا السد بهذه المواصفات المقحفة ما لم نصل إلى اتفاق بشأن قواعد الملء ونظام التشغيل. أشكرك جدا دكتور أيمن شبان، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، والذي كان له هذا الرأي الحقيقة منذ عدة سنوات، سبق لي التشرف باستضافة الدكتور أيمن أكثر من مرة، أنه يبقى في أوراق ضغط أخرى، وأنا أعتقد أن ده حاصل بالفعل. طيب تعالوا نروح لأول إصابة بحالة يعني حمل فيروس كورونا، مش الأعراض، على أرض مصر الحبيبة، وهي طبعا الأول تكتموا على جنسية المصاب، لكن طلع أنه هو شاب صيني عنده 33 سنة، بيشتغل في شركة صينية لها عدة فروع في مصر، وهو مقيم بالفعل في مصر، لكن تم عزله وهو في حالة جيدة وبيمارس الرياضة، وفي أطقم من وزارة الصحة بتتعامل معاه في مستشفى النجيلة في مرسى مطروح على بعد 70 كيلو من مرسى مطروح، والتي غادرها القادمون من ووهان الصينية واللي كانوا معزولين فيها أو كانوا معزولين في الفندق القوات المسلحة القريب منها، والحمد لله تقريبا كلهم حالتهم الصحية كويسة جدا ومفيش حد فيهم حامل للفيروس، وإحنا ماشيين هو في الإجراءات مع الشاب ده. وطبعا ده موضوع مهم جدا، وإحنا في أوائل حلقاتنا كان معانا فقرة عن الموضوع، تطوراته مهمة لأنه وصل الرقم لأكثر من 1600 ويمكن 60 حالة وفاة في الصين بسبب الفيروس، والمصابين عدوا 66,000، ده رقم كبير. احنا بكرة ان شاء الله يكون معانا فقرة مفصلة عن هذا الموضوع، لكن اقول لحضراتكم الخبر عشان اطمنكم، لحسن حد يفتكر ان الحكومة بتخبي او زي ما معرفش بقى في نغمة كده ممجوجة حقيقة انا ما بحبهاش خالص على الواتساب كده بتلف تسجيلات ومساء الخير، طبعا انتوا عارفين انه ظهرت حالة من كورونا في مش عارف في اسيوط ولا في سوهاج، وابني قال والدكتور قال ومعرفش مين ابن خالتي قال وده دكتور في جامعة ايه، الحقيقة يعني انا ما بحبش الحاجات دي، واؤمن ان بلدي اول واحدة هتقولي. ولذلك قالت مصادر حكومية مسؤولة ان وزارة الصحة والسكان حجزت الحالة الحاملة لفيروس كورونا المستجد مساء امس الاول بمستشفى النجيلة بمطروح بمفردها، رغم اني قلت فحوى الخبر كان هقول لكم نصه عشان تعرفوا ان ده كله الحكومة قالته، وان هناك فريق طبي متخصص يتعامل معها حيث انها غير مصابة بالفيروس لكن فقط حاملة له، يعني ما ظهرش عليها اعراضه لكن هي حاملة له. واضافت المصادر لبعض المصادر الاخرى الصحفية انه تم عزل كل الحالات المخالطة لهذه الحالة الحاملة لفيروس كورونا ذاتيا في منازلهم مع متابعة دقيقة من الوزارة، تم الكشف عليهم والنتائج كلها سلبية، محدش فيهم مريض، وتم عمل إجراءات احترازية لازمة، وحيفضلوا موجودين في بتعليمات ومتابعات يومية لمدة 14 يوم على مدار كل 8 ساعات، هيفضلوا موجودين في منازلهم لغاية لما نطمئن تماما إلى أنه محدش منهم مصاب ممكن يصيب حد تاني في دايرة علاقاته. طيب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بيقول ان سبب تراجع الدولار الاسبوع الماضي والتوقعات العالمية بانخفاض سعر برميل النفط الى 40 دولار، في قول اخر اخبار انه نزل ل 38 دولار، سببها الازمات السابقة بين امريكا والصين وفيروس كورونا، وفي تصريحات تلفزيونية قال كل الازمات الاقتصادية في العالم اتوقع انها بشرة سارة لمصر لانخفاض اسعار السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، وان الفترة المقبلة ستشهد انخفاض لاسعار الزيت والسكر والدقيق فضلا عن هبوط اسعار السيارات. ومعايا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي الكبير، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ ايهاب، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. ربنا يخليك دكتور مصطفى. يعني مبدئيا هل الكلام اللي قاله عضو مجلس النواب ده كلام دقيق؟ اسمح لي انا ما اطلعتش عليه عشان بس اكون دقيق في حديثي مع حضرتك، ولكن المضمون في ان شاء الله تراجع تقريبي لكل السلع بكافه اشكالها سواء سلع معمره او سلع استراتيجيه او تموينيه، توقع ان شاء الله خلال شهرين ثلاثه هيكون في تراجع في مستويات الاسعار، تراجع ممكن نقول في حدود
مش اقل من 20% لمستويات اسعار سلع واكثر او اقل لسلع اخرى. طيب في حاجه مهمه، هل فعلا سعر برميل البترول متوقع يصل الى 38 دولار ومصر حاطاه في موازنه السنه دي ب 68 دولار للبرميل؟ معلش برضو لا ده مش دقيق، لان انت حضرتك تعلم جيدا ان في حاجه اسمها منظمه الاوبك. منظمه الاوبك بتجتمع كل تقريبا شهرين او من شهر لشهرين، وبتحدد مستويات العرض العالمي، وبتحاول ان هي بحد اقصى ان تكون المعروض من السلع البتروليه او المواد البتروليه في نطاق السيطره، لانهم مش هيحاولوا يخفضوه اكثر من ذلك. حضرتك تعرف جيدا وكل مشاهدينا ان لما حصل ازمه وطبعا تراجع برميل البترول قرب ال 50 دولار، ابتدت الاوبك قالت لك ان احنا هنحد من الانتاج عشان يرتفع تاني. عشان يرتفع. طيب هل يا دكتور لو احنا فعلا يعني صحت كلمات التصريحات اللي قدامي اللي منسوبه لعضو في البرلمان شخصيه مسؤوله، انه لما يبقى محطوط في الميزانيه بتاعه مصر في الموازنه 68 دولار وينزل ل 40 او 38 يبقى ده هيعمل فرق كبير. الحقيقه ان امبارح بالليل ايضا السعوديه بلجنه التسعير التلقائي قالت انها تجتمع وتطلع اسعار كل شهر مش كل 3 اشهر، واعتقد ان هي خفضت اسعار بعض المنتجات البتروليه عندها. هل ده وارد انه يحصل في مصر؟ طيب خليني اقول لحضرتك اوصف لجمهورنا الكريم اللي هو طبعا مش متخصص في هذا الامر. أيوه. احنا في الموازنه العامه للدوله ان احنا محددينه بقرب ال 67 دولار للبرميل. طبعا متفق مع هذا القول قولا واحدا. أيوه. وانت تعلم جيدا ان احنا بنراجع دلوقتي سعر البنزين كل 3 اشهر، يعني اعتبارا من 1/4 الجاي هيكون في سعر للبنزين تاني باختلاف منتجاته. ولكن في نقطه مهمه، يعني العضو البرلماني ما ذكرهاش. طب ما ده احنا هنخسر. احنا منتجين كمان يا فندم، احنا كمان انتاجيتنا لما سعر البترول بيطلع احنا بنبقى كسبانين من البيع وخسرانين ان احنا بنقدم دعم. والعكس صحيح. لما بينخفض بنبقى خسرانين في البيع، مش خسرانين، بيبقى المنتج بتاعنا سعره اقل واحنا النهارده دعمه بيبقى اقل. هذه الامور لازم تكون واضحه للمواطن. احنا فندم بننتج دولة، احنا بننتج بترول كمصر. وبننتج غاز، فاسعاره العالمية لما بترتفع احنا بنكسب بكاسب زيادة في عملية البيع. ولكن كتحقيقه لبيعه للمواطنين اللي كلنا احنا بنستهلكه الدعم بيزيد. تمام. فعشان كده بيبقى عملية توازنية بين هذا الامرين. ولكن ارجع تاني اقول لحضرتك ان الحمد لله معدلات الزيادة في العملة الاجنبية في مصر نتيجة التشغيل ابتدت تكون فيها وفرة كبيرة جدا، عشان كده شايفين ان الجنيه بيرتفع ارتفاع كبير، وده الحمد لله نتاج للوضع الاقتصادي اللي بتقوم بيه مصر. بشكرك جدا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي الكبير. واروح لخبر بيقول انه وزارة التربية والتعليم اعلنت التعاقد مع خبراء يابانيين للاشراف على المدارس المصرية اليابانية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع عدد من هؤلاء الخبراء للعمل كمشرفين على بعض المدارس في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021. طبعا أنا كنت دائما بقول أنه إحنا من حق البلد أن هي تعمل تطوير في تعليمها وتستجلب طرق للتعليم المبني على تشغيل الإيدين وتشغيل المخ وتشغيل الروح والمشاعر والمواهب والطاقات أكتر بكتير من الكلام اللي بيتحفظ وبعد كده بتحط في الامتحان ومحدش بيبقى فاكر منه حاجة. فيا رب تكون تجربة المدارس اليابانية دي حاجة كويسة. تعالوا نروح برضو لتعليق من السفارة الصينية على إصابة أجنبي بفيروس كورونا في مصر، حيث علق المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة شياو جين تشينغ على وقعة اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، وقال السفارة لاحظت بيان وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة حول الحالة الإيجابية الوحيدة لحامل فيروس كورونا ذي الجنسية الصينية، وأكد سعي بلاده لاستمرار التعاون المشترك مع مصر. طبعا دي حاجة برضو كويسة جدا ان احنا يعني في تواصل ما بيننا وما بين اكتر بلد صرفت واكتر بلد عملت مستشفى في اسبوع في ووهان اللي هي انتشر فيها المرض. حقيقة انا قريت خبر امبارح عمال اقول لنفسي اقوله لكم ولا ما اقولوش،
خبر بيقول ان شوربة الخفافيش هي اكتر حاجة منتشرة لزيادة البروتين فيها، وهي اكتر حاجة يعني بتنقل هذا الفيروس. يعني مش عارف اقول ايه الحقيقة، يمكن يكون لينا برضو جمهور في الصين وجمهور في اليابان، بس انا قلت اقول لكم الخبر زي ما هو كده من غير تعليق يعني. طيب تعالوا نروح لمنطقة تانية، انه الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بيعلن ان حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، لم تتأثر من تداعيات ظهور كورونا بالصين. وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية سجلت اليوم، والتصريح كان الجمعة، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المحقق، حيث عبرت القناة 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية 4.6 مليون طن، حيث حققت إيراد يومي قدره 20 مليون دولار. طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنستمر نشوف برضو بعض اللقطات، ان القناة السويس يعني كل الأخبار والتقارير اللي جات عنها بتؤكد ان ما تم عمله من حفر قناة السويس للإزدواج ده كان عمل كبير، وكان عمل بطولي، وكان ملحمة اشترك فيها كل الشعب المصري، بحيث انه احنا بالفعل بنجني ثمارها، وكانت رؤية مستشرفة المستقبل، لانه ازمات التجارة، ازمات ما بين دول كبرى، وجود قناة السويس كممر ملاحي، مش هقول وحيد، لكن هقول يعني الاكثر والاوفر حظا وفرصا لتداول التجارة من خلاله، ده طبعا شيء عظيم. طيب تعالوا نروح للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس، حيث اعتبر القسم خائيل أنطون ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام هذه اللجنة الوزارية المكلفة بالتقنين، اعتبر طبعا اللجنة دي بيرأسها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكل اجتماع يقول لهم يا جماعة من فضلكم اسرعوا في جمع المعلومات عشان نقنن أوضاع أعداد أكبر من الكنائس ومباني الخدمات لكل الطوائف المسيحية. أعلن أبونا القس ميخائيل أنطون أن عمل اللجنة بيصب في صالح المواطنة، وأشاد بالإسراع في أداء اللجنة الوزارية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت اللجنة معدلات أسرع في تقنين أوضاع الكنائس عن أول سنة. وقال، وطبعا ده شيء طبيعي لأن أول سنة كانت كلها جمع معلومات، وقال كمان أن حصيلة الكنائس الأرثوذكسية اللي تم تقنين أوضاعها يقترب من 70 كنيسة في الدفعة الأخيرة فقط، التي بلغ عددها 82 كنيسة، بالإضافة لباقي الكنائس اللي صدرت بها قرارات وزارية طوال العامين الماضيين، اللي بلغ عددها ما يقترب من 1500 كنيسة ومبنى خدمات تابع لكافة الطوائف المسيحية. دي طبعا يعني أخبار طيبة، وده جزء أصيل في المواطنة، إنه أنا النهاردة لما أقول إنه أنا عندي المسيحي بيعبد ربه والمسلم بيعبد ربه، والرئيس قال جملة مرة يعني بصراحة هايلة، قال لك لو عندنا يهود وعايشين في مصر هنعمل لهم وحنفتح لهم الأماكن العبادة بتاعته. طيب معايا على التليفون، لا مش معانا، معلش، بنحاول نوصل لأبونا ميخائيل أنطون اللي بيمثل الكنيسة قدام اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، بس مش عارفين نوصل له، الخط مش جاي معانا. في الآخر دي خطوات كويسة جدا، وخطوات وطنية جدا، وأؤكد لكم زي ما احنا بنقول إنه أزمة المنطقة العربية تتلخص في أزمة كبيرة اسمها الضغط على الفلسطينيين، احنا كمان بنقول ان الازمات الارهابيه اللي كانت حاصله في مصر برضو جزء منها بيتلخص في الضغط على المسيحيين، ان هم ما عندهمش كنايس كفايه، ان الناس تضطر تمشي في العتمه، ان البنات يتم التريقه عليها او التحرش بيها وهي نازله الصبح بدري عشان تروح القداس، ان هم مش كل الناس لاقيه في القريه بتاعتها او في المدينه الصغيره بتاعتها كنيسه بشكل كافي. بعض المحافظات بتشهد يعني تعنت ضد هذا الاتجاه، وتشهد بقى يعني الحمد لله ان احنا خلصنا
من الخيابه اللي كانت قبل كده، اللي هي بتاعت اصل صوتنا مش واخد على معرفش ايه، اصل احنا يعني ايه يعملوا كده، الحقوا دول هيعملوا كنيسه يعني. لكن خلونا برضو نبقى نناقش الموضوع ده بالراحه، ونعمل فقره كده هادئه كده نستعرض فيها الرقم اللي وصل لالاف بعد قانون تقنين اوضاع الكنائس ومباني الخدمات. لكن أنا لم يبقى لي في هذه الفقرة إني أشكر حضراتكم على وجودكم معايا. وبعد فاصل قصير يشرفنا سيادة اللواء سلام الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري للحديث حول تعديلات على قوانين الكيانات الإرهابية. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في مساء الخير. وافق البرلمان المصري بشكل مبدئي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة المصرية بتعديل على قانون الكيانات الإرهابية وأيضا قانون الإرهاب. مناقشة هذا الأمر واتساعه بكلمات أبسط وأوضح، بيشرفني جدا وجود سيادة اللواء سلام الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء، بداية يعني طبعا إحنا سعداء إن إحنا البرلمان بيخطو خطوات يكمل بها محاصرة هذه الكيانات وإرسال رسالة حقيقية إنه لن يسمح وما بقاش معاكو أي مؤسسة شعبية، مش هنقول حتى حكومية في مصر. فدي رسالة مهمة جدا. التعديلات فحواها الأساسي إيه لو حضرتك عايز تستعرضها، لو عايز تقول لنا مجملها عشان بس الناس تفهم من غير يعني حاجات صعبة يعني. يعني حضرتك، هو طبعا في تعديلات كانت مهمة، لأن التعديلات نتيجة إن في حاجات ما كانتش موجودة في القانون مكافحة الإرهاب الأساسي. فكان في فتم الاهتمام في التعديلات بعملية السوشيال ميديا وعملية الإذاعة والقنوات الفضائية، كل ده دخل النهاردة في عملية. يعني حضرتك تقصد بالسوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي إنه لو حد بيحرض على صنع قنبلة في التواصل الاجتماعي يدخل فيه الأعمال الإرهابية قانونا؟ مظبوط، لأن احنا قلنا اللي هو القائم أو اللي بياخد صفة الإرهابي هو اللي النهاردة اللي بيمول أو بيأوي أو بيساعد أو بيحرض أو بيحرض أو بينفذ أو بينفذ، يعني من كل هذه الاتجاهات ده بيعتبر إرهابي وبيقع تحت طائلة قانون الإرهاب. فكان لازم في حاجات معينة. واحد حياتك بتقول النهاردة هي الاتجاه النهاردة لحروب الجيل الرابع. السوشيال ميديا النهاردة ممكن بتتسب وتوصل للملايين، بس الشائعات المقصودة والمغرضة ده ممكن يقع تحت طائلة الإرهاب، لأن النهاردة بيدي شائعات محرضة ضد الدولة أو شائعات إن في حوادث معينة أو بيحاول يقلب النهاردة فئات الشعب ضد الحكومة. هل ده يا فندم بيعتمد على نوع الشائعة؟ يعني لو شائعة ضد الشرطة ضد الجيش يدخل في نطاق الإرهاب؟ مظبوط. النهاردة بس السموم مباشرة بعد القنوات الفضائية الإذاعة، كل ده النهاردة لازم يخش القنوات الفضائية. فندم يعني احنا اخرنا ان احنا هنعتبرها تحت طائلة الكيانات الإرهابية بس ما لناش سلطة عليها لانها الفضاء ما في مكشوف. والله حضرتك ما يعني ممكن هذه القنوات ممكن يبقى في عندي قنوات خارجيه بتبص من عندي من الداخل. فاذا انا بحط القانون على عمومه وللمستقبل. على ذكر القنوات الخارجيه، كان في اخبار امبارح عن انه قناه الجزيره والكيانات الرياضيه القطريه والشركات بتمر بازمه كبيره، وفي ناس ما تناولوش مرتباتهم من 10 شهور، وفي القناه من 3 شهور في ناس اضطرت تخرج ولادها من المدارس. يعني الموقف مش لطيف. انا يعني ما عنديش حتة الشماتة في النوع ده من الأخبار، لكن عندي سؤال، هل الناس دي لما ترجع هل هتبقى تتعرض لإيه بناء على هذه التعديلات؟ وزعتك ما ممكن تبقى القنوات الفضائية مش مقصودة قناة، ولكن شخص بيقوم في إحدى القنوات بيحرض ضد الدولة أو بيدعو للإرهاب، بيدعو لسفك الدماء، بيدعو النهاردة لهدم الأماكن الهامة والأماكن الحيوية في البلد. كلهم تقريبا عملوا كده. الجزيرة في الشرق في مكملين، في تركيا كلهم في قطر
مصريين وعملوا كده، قامت على كتافهم القنوات وشاركوا في هذا التحريض. يبقى إذن ده تصنف إرهابي. آه. برضو من إحدى التعديلات التانية اللي دخلت مهمة جدا للنواحي الاقتصادية. يعني كما بيجي تقول إحنا اللي مول، اللي مول ده إرهابي. طب اللي مول النهاردة واحد مول وعنده سندات. واحد مول وشريك في إحدى الشركات. واحد مول وعنده أسهم. إذن ده ما كانش مفصل وما كانش واضح في القانون القديم، قانون اللي هو مكافحة الإرهاب. فإذا طلع التعديل بتاعه إن ده كمان بيدخل تحت طائلة القانون، وإنه تصدر كل هذه الأسهم والسندات والشركة اللي موجود والحصص اللي موجودة في الشركات الأخرى طالما هو وقع تحت طائلة القانون وصنف كإرهابي. طيب عندي خبر كان أول امبارح برضو أخد رأي سيادتك فيه، لو يدخل تحت هذا النطاق، إنه وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي قدرت تظبط مكتب بريد في مرسى مطروح، قبضوا على 5 موظفين فيه، عملوا حسابات 25 حساب بأسماء وهمية من ضمنهم واحد ميت، وناس عايشة كانوا بياخدوا فلوس على أنه اتغسل في هذه الحسابات 1,750,000,000 جنيه مصري كانت بتجيلهم من أماكن في الصعيد برضو إيه من مكاتب بريد أخرى. هو ده المصالح لك، لان احنا من ضمن اللي هي العمليات الارهابيه ان هي تستمر الدعم. لان حضرتك انت عارف ان معظم من يقوم بالعمليات الارهابيه هم ناس مرتزقه بيتم تمويلهم بالمال وبيقوموا بعمليات مقابل الفلوس. صحيح. كان ما زالت، فاحنا بنتم احكام السيطره، تكثيف المنابع دي، تكثيف المنابع. مصر النهارده اصبحت من اكبر ومن احسن الدول اللي هي بتقدر او نجحت في مكافحه الارهاب. فكل يوم بنطلع بدروس مستفاده. صحيح. النهارده فعلا ما زالت النهارده في شركات، وزي ما حضرتك بتقول في غسيل اموال، وفي تحت ساتر بيتم. الجهاز المركزي والاجهزه الامنيه الحمد لله حكمه قبضتها تماما، واصبحت النهارده هناك شبه تكفيف للاموال اللي هي بتدعم العمليات الارهابيه. وده تم نص عليه في القانون زي ما بقول لحضرتك من جميع الاتجاهات. يعني تم تحزيم المنظومه، اي ثغره من الناحيه الاقتصاديه من ناحيه التمويل ودعم الافراد الارهابيين والمنظمات الارهابيه تم تحصينها تماما بالقانون. والحمد لله احنا يعني شايفين ربنا يديمها نعمه، بس ان الوتيره يعني تضاءلت تكاد تكون انتهت، يعني في عمليات هنا او هناك كل فتره طويله جدا. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي القصه، يعني خلاص زي ما بقول العمليه ده شغل المفلس. يعني بشوف النهارده عسكري نازل النهارده اجازه يوم يصطادوا على الطريق، ناس نازله من اجازاتها وراجعه، اصبحت القصه مفيش النهارده الحمد لله اخر حاجه عمليه اللي تمت فيه سقط شهدائنا وابنائنا، ولكن الحمد لله اصبح النهارده في سبق وفي التعامل. واذا كان والنهارده بيهاجم، لا احنا بنخلص على اكبر قدر من الارهابيين اللي بيهاجموا المنطقه. اصبح عندنا معلومات استباقيه، اصبح عندنا سيطره، اصبحنا احنا بنقوم باستباق بالعمليات قبل ما هم يقوموا بيها الحمد لله. ففي لا في طفره وفي تقدم من الاجهزه الامنيه من قواتنا المسلحه ومن الداخليه الحمد لله. صحيح. يعني ذكرا بقى على الاجهزه الامنيه كمان في الجيش والشرطه، يعني المحكمه العسكريه ايدت امبارح حكمين اعدام على هشام عشماوي في العمليات اللي كانت قبل كده اللي هو اشترك فيها. والله انا كنت لسه في كلمتي في اثناء تعديل مكافحة الارهاب قلت احنا المفروض يعني سرعه الاعدام، ولازم نطبق ما بدا مع الارهابيين بالذات، من قتل يقتل. ما اقعدش النهارده ان انا بحكمه 4 أو 5 سنين، بس احنا في الاخر بنقول احنا دوله قانون. ولكن انا بأتمنى كشخصي ان واحد لوست يده النهارده مع انه اعتدى على افرادنا من قواتنا المسلحه ومن الشرطه، ان لازم يبقى زي ما هو لوس ايديه بهداء الشهداء وساب اسر النهارده بدون الراعي او دون ولي امرها. صحيح. ان هو برضه ما يقعدش لا يسرع النهارده، وانه يعدم اقل حاجه يكون الاعدام ليه لشخصه نتيجه ما اقترفه في ضد الشعب المصري. طبعا مع احترامنا للوقت اللي بتحتاجه الاجهزه الامنيه عشان تجيب منه معلومات تستدل بيها على شركاء او باقي خلايا او كده، يعني الحمد لله. لان ما هي المعلومه هي في يعني احنا اللي اتعلمناه في مكافحه الارهاب، الاساس منع اي عمليه ارهابيه هي المعلومه. قدرت اجيب المعلومه هقوم بعمليات استباقيه، ما قدرتش اجيب المعلومه بتبقى رد فعل للعمليه في وقتها طبقا لوضعها وطبقا للموقف في حينه. انا باكد على كلام سيادتك انه حتى لو عسكري راجع اجازه بيوجع قلبنا. النهارده بنحتفل بذكرى ال 21 شهيد مصري اللي اتقتلوا في ليبيا وثأرت ليهم القوات المسلحه المصريه بجساره. يعني خليني اسال سيادتك، الفكر
أو فلسفة الأداء البرلماني إزاي بتوائم ما بين الحرية وحقوق الإنسان من ناحية وما بين مكافحة الإرهاب والعدالة الناجزة من ناحية أخرى في إصدار التشريعات أو مناقشتها؟ والله أنا حضرتك احنا كلنا شايفين ده، يمكن قبل حضرتك بتسألني السؤال أنا قلت النهاردة طول الوقت في الإغراءات، فإذا النهاردة احنا بنحافظ على احنا دولة القانون بتطبق القانون طبقا لآليات القانون. مجلس النواب بالكامل زي ما حضرتك شايف المحافظة على حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان والحريات، في نفس الوقت النهاردة مع الحفاظ على الأمن القومي المصري. وأنا كرجل عسكري يمكن بقول رأيي في ساعات بنختلف عليه، ولكن أنا عندي اليقين التام أن كرجل عندي خبرة أمنية أن إذا تعارض الأمن القومي مع الحريات فلا، أنا بقى أؤيد الأمن القومي وأدوس على الحريات. لو الأمن القومي بتاعي هيبقى فيه خطر ودولتي هتضيع، ولكن إن الأمور مستقرة في الوضع الحالي وأنا ماشي ما بين الاتنين وفي عندي سيطرة على الأمن القومي ومفيش أي عدايات ضد أمن قومي وبلد مستقرة حريات، لا أنا بدي الحريات، بس الحريات في ظل القانون وفي ظل آليات الحريات اللي بتتاخد، وما منعش أي حاجة في البلد إن احنا كمجلس النواب موافقين على قانون تظاهر، موافقين على المطالب، بس في إطار القانون وفي إطار الآليات اللي بيتم تحديدها، ولكن ما تنقلبش لغوغاء وعملية تخريب وتدمير في البنية التحتية في قلب البلد. يعني طبعا حضرتك ذكرتيني بالمقولة الشهيرة بتاعت رئيس وزراء فرنسا، إذا تم المساس بأمن فرنسا لا تحدثوني عن حقوق الإنسان، يعني ده كلام فعلا حقيقي، لأنه دلوقتي الواجب إيه؟ الحفاظ على أمن الوطن. أمن القومي، لأن الأمن القومي هو حفاظ على مقدرات البلد الداخلية من أي عدائيات خارجية. صحيح. فأنا لو هوصل النهاردة إن في عدائيات خارجية ضد مقدرات بلدي، لا هي دي نمرة واحد، لأن ما دي لو انتهت أنا مش هيبقى في عندي أي حاجة. طب فندم، يعني من ضمن التعديلات برضو تعديل بشوف ان هو مهم وحياتك برضو تنور لنا عليه، فكرة انه يحرم من عضوية اي نقابة مهنية او مجلس ادارة شركة او جمعية او نادي حتى لا يشارك في اتخاذ القرار حتى يصدر حكم بشأنه. التعامل مع من يتم وصمه بهذه التهمة انه هو ارهابي سواء مول او حرض، او طبعا اللي نفذ معروف تمام خط سيره، لكن اللي بيبقى يعني لسه بقى مشكوك فيه، يعني ازاي بيتم بقى التعامل معاه؟ هل شغله بيفصله؟ هل بينتظر صدور حكم؟ هل بيستمر في اداء عمله ويورينا مصايب اكتر من الاداء بتاعه؟ يبقى ده كان القانون كان جاي بتعديلاته من الحكومه ان هو يتم فصله، ولكن تم النهارده التدخل من اعضاء مجلس النواب وتم التعديل ان بيتنوا في يعني تعليق عضويته او تعليق انضمامه لهذا هذه النقابه او للنادي لحين صدور الحكم النهائي من المحكمه. يعني كان الاول مجرد ما انه ارهابي وبتاع لانه ارهابي بيتم فصله، لا احنا قلنا تعلق لحد ما يتم الحكم النهائي. اذا تم الحكم النهائي وادين ان هو قام بعمل ارهاب وارهاب، اذا العضويه يتم فصله من المكان اللي هو فيه. لكن هل يا فندم التعليق دوت معناه استمراره في اداء مهامه ولا تجميد عضويته واداء شغله؟ لا ما هو لأنه تعليق، اكيد بيقعد يحرض بلسانه. لا ما هو تعليق خلاص، هو راجل، ما هو اكيد تعليق النهارده اكيد متاخد على ذمه قضيه وعلى ذمه رياب، اذا هو مش بره، هو على ذمه قضيه والقضيه شغاله. اذا هو معلق عضويته ومعلق تفاعله. التعليق يعني بيعتبر زي تجميد عضويه او تجميد العمل لحد صدور الحكم النهائي. الحكم النهائي انه صدر انه بريء خلاص بيرجع العمل، وما صدرش يبقى اذا خلاص بيتم فصله من الجهه اللي هو فيها. طيب حضرتك فندم معلش عايز اركز تاني على حته القنوات واللي بيدعمها. يعني احنا وزير الخارجيه، رئيس الدوله، رئيس الوزراء في كل محفل دولي يتحدثوا عن ضروره معاقبه الدول المموله والراعيه للكيانات الارهابيه في المنطقه. يعني ماذا يستطيع البرلمان انه يقدم في هذا الشان؟ بص حضرتك احنا هي المشكله، حضرتك انت بتقول ان احنا بنتكلم ونقول ان يتم معاقبه القنوات الخارجيه والدول بيتم الاتفاق على هذا الموضوع. المشكله في صعوبه النهارده القضاء على العمليات الارهابيه والمنظمات الارهابيه ايه؟ انه عدم توحيد مفهوم ما هو الارهابي على مستوى الدول كلها بالكامل. مفيش توحيد مستوى الدول، معظم الدول بتتعامل طبقا لمصالحها. صحيح. وطبقا بتعرف الارهابي طبقا لطبيعته ومعاه. ما احنا لو كنا هنطبق قانون يبقى نطبقه على تركيا، نطبقه على قطر، نطبقه على الدول اللي هي الداعمه قوي الجماعات الاخوان الارهابيه اللي عندهم والناس اللي بتهاجم. اي ولكن للاسف كل دوله بتوصف الارهابي طبقا لمهمها
وطبقا لمصلحتها الشخصيه. ده تشوف حضرتك هنا ارهابي ونفس الشخص ونفس العمله يتقال عليها بطل في الناحيه الثانيه، وده اللي بتتزرع بيه تركيا في سوريا دلوقتي. بس ده حضرتك هو الصعوبه فعلا، ان ما انتش قادر على مستوى المجتمع الدولي انك تقدر تكافح الارهاب. ده من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي من هو الارهابي، وان هناك بعض الدول بتاوي الارهابيين فعلا على ارضها، فانت مش قادر توحد على مستوى المجتمع الدولي انك تحاسب الدوله اللي بتاوي الارهاب، او ان هي بتحاول قلقله البلاد زي ما بنشوف النهارده تركيا ودخول مرتزقه في ليبيا وانها تدخل في شؤون البلاد. ما كل ده النهارده بيعتبر عمليات ارهابيه وضد البلاد وضد شرعيه البلاد، ولكن انت مش قادر لان ما فيش توحيد مفهوم الارهاب على مستوى الدول كلها. هل التفاهمات اللي حصلت في برلين بشان ليبيا كانت منصبه كلها على تعريف الارهاب وعلى التمويل وعلى حظر تسليح الجيش الليبي، بينما الميليشيات كلها أسلحة وبيجي لها منين؟ هل ده خلق نوع من أنواع التفاهم ممكن يخلينا نقول قريب هنصطلح على تعريف الإرهابي وتعريف المنظمة الإرهابية وتعريف الدولة اللي بترعى الإرهاب؟ والله أنا نتمنى، إنما احنا شفنا أن كلمة مصر النهاردة وجود السيد الرئيس فتح السيسي وإزاي استقباله وإزاي أنه بيتاخد الكلام والدروس من مصر في مكافحة الإرهاب، الأمور تغيرت تماما، واحنا شايفين ان احنا بنعرض الواقع اللي موجود وفي المنطقه المحيطه كلها بالكامل. بنتمنى ان يبقى في اليات النهارده من الدول الكبرى ان هي تحد من العمليات الارهابيه وان احنا نوحد مفهوم الارهاب. طيب انا هستاذن حضرتك معايا على التليفون استاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي، هيكلمنا شويه كده نشوف موضوع برضو المكافحه الفكريه الناعمه بقى، القوه الناعمه للارهاب. استاذ خالد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ايهاب، ومساء الخير على مشاهديك وعلى ضيوفك. استاذ خالد، يعني هل حضرتك شايف ان احنا كافحنا الافكار الارهابيه بشكل كافي في كتب في ندوات في تاثير يوازي تاثيرات اللي بيحصل في الدروس بتاعه المساجد اللي محدش حاطط عينه عليها، المجموعات اللي على التواصل الاجتماعي، غيره غيره غيره؟ للأسف احنا كافحنا إرهابيين، لكننا لم نكافح الإرهاب حتى الآن، ولم نبذل ذرة واحدة في مجال مكافحة الإرهاب. احنا كافحنا اللي بيقوموا بعمليات إرهابية، لكن الفكر اللي خلق الناس دي واللي بيغطي على الناس دي واللي شوه عقول الناس اللي بتقوم بالعمليات الإرهابية، احنا حتى الآن عاجزين أو ممتنعين عن مكافحته. طب حضرتك تشوف ايه التوصيات الفكريه والثقافيه اللي ممكن بيها نعمل كده؟ احنا كان لسه عندنا معرض الكتاب وعندنا فعاليات ثقافيه دائمه، النهارده بيفتتح مهرجان اسوان للفنون والثقافه، ده مهرجان دولي، ايه اللي المفروض نعمله؟ للاسف كل الفعاليات الثقافيه والفكريه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي في النهايه في محيط ضيق جدا، انما الظهير الشعبي للارهاب ده موجود على طول وعرض المجتمع كله وبأعداد كبيرة. يعني صحيح انه يعني ربما كان في بعد 6 سنوات من ثورة يونيو انه المد الاخواني تراجع، وانه في ناس كتير بترفض فكر الاخوان او بترفض الاخوان كاشخاص او كحكم، لكن هي جواها متجذب هذا الفكر الاخطر منه، هو الفكر السلفي في المجتمع. الموضوع مش موضوع ان انا اعمل معرض كتاب ولا اعمل مسرحيه ولا اعمل مهرجان، لانه ده في النهايه مين بيشوفه او بيروح لمين النشاط ده. صحيح ان القوى الناعمه مهمه جدا، لكن الاهم هو مكافحه الفكر. صحيح. وروافد الفكر الارهابي. صحيح. روافد الفكر الارهابي والظهير الشعبي بتاعه كتير جدا، لدرجه انك مش هتلاقي بيت في مصر يخلو من ظهير شعبي للفكر الارهابي ومن يعني تصرف او حاجه بتنمي فكره الارهاب. مش عايز اقول طبعا، مش عايز ابقى مبالغ، ولكن لو احنا قمنا كافحنا مكافحه حقيقيه، الميكروفونات اللي بتزعق في الجوامع ليل نهار بتكفير بعضنا البعض، تكفير جزء من المجتمع، النقاب والحجاب وسيطرتهم على ارتال من الستات والبنات في الشوارع، هو ده كله ده ظهير شعبي للارهاب. طب استاذ خالد ازاي شفت القنوات الدينيه،
السوشيال ميديا اللي بتعج بفتاوى وبتكفير وبفيديوهات على اليوتيوب لتكفيريين، ده كله ده مفروض نكافحه، مش مجرد ان احنا بنكافح ارهابيين على الارض. طب قولي على ذكر الفتاوى والدروس والكتب، ازاي حللت او شفت ككاتب صحفي وليك موقف سياسي واضح المحاولات الرجوع عن بعض الافكار اللي موجوده في بعض الكتب اللي صدرت، محاوله الرجوع اللي صدرت بالفيديو من محمد حسان واسحاق الحويني وغيرهم؟ لا دي ده بيسموها في الفكر الاسلامي القديم تقيه، يعني هو بينجو بنفسه من مصير هو عارفه، لانه الجهه المموله لهذا الفكر اللي هم السلفيين تحديدا، الجهه المموله للسلفيين اللي هي المملكه العربيه السعوديه، تغيرت تماما، توقفت عن التمويل. فبالتالي هو بيحاول يدور اما على مصدر تمويل جديد، واما بيعمل نوع من التقيه بينجي نفسه مما هو قادم. صحيح. لكن هو جواه تراجع. طب هو تراجع واللي نتج عن الافكار بتاعته اللي مررها على مدى 30 او 40 سنه من تفجيرات ومن قتل ومن اغتيالات ومن حرق ونهب وسرقه، كله ده نعمل فيه ايه؟ صحيح. من هيعتذر عنه ازاي؟ صحيح. هو اعتذر على الكلام اللي قاله، لكن نتيجه هذا الكلام ونتيجه هذه الفتاوى هل هو اعتذر عنها او صحيح. هل هو يقدر يمحوها او يشفع فيها؟ اشكرك جدا. بشكرك جدا استاذ خالد الكيلاني الكاتب الصحفي الكبير، وارجع لضيفي الكريم سيادة اللواء سلامه الجوهري. يعني اكيد عندك تعليق على ما تناولناه، لانه احنا برضو في نفس هذا المنبر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد دسوقي رشدي في نفس اليوم اللي صدرت فيه هذه الفيديوهات قال انا يعني لا يعنيني هذا الامر، لانه الناس اللي ماتت بسبب فتاوى التكفير انا مش هعرف ارجعها ومش هعرف اغير الدماغ اللي اتشكلت عشرات السنين بناء على الكتب بتاعتهم، علشان النهارده راجعين يقولوا اصل احنا كان المفروض نذاكر كويس. بص حضرتك، انا بختلف طبعا كليا مع الاستاذ خالد الكيلاني، لان في كلمه قال ان الظهير الارهابي منتشر وان ما فيش بيت ما يخلوش منه. الظهير الشعبي للارهاب. الظهير الشعبي وما فيش بيت يخلو. لا طبعا الكلام ده كله غير صحيح نهائي. ويمكن حضرتك بعيد شويه عن المجتمع الريفي عن المجتمع الشعبي، انا مجتمع ريفي. انا ما بشوفش النهارده بيت عندي من المركز زفته كله بالكامل ان في حد يقول ان في فرد عندي ارهابي، او في قريتي ان في بيت من قريتي في حد ارهابي. بس اسمح لي، هو ما قالش ان كل بيت مصري يفرز ارهابي، لكن هو قال انه الظهير الشعبي للارهاب متمثل في ايه؟ في بعض الدعاوى اللي هم دعوا اليها، زي هو قال النقاب، قال فكرة رفض لما يحدث في مصر، وانه الرئيس بيعمل ايه والحكومة بتعمل ايه، احنا كنا قبل كده عايشين احسن. التحريض على الوضع القائم رغم نجاحه الشديد لاي حد عايز يفكر بشكل طبيعي. يعني بس ما تقولوش ان في الفكر موجود في ظهير كل بيت. لا مش هدخل النهاردة ما بين الفكر وأقول النهاردة الطيار السلفي. أنا شايف النهاردة ما أنا بحضر مساجد وبحضر خطب جمعة، كل النهاردة أصبح النهاردة في سيطرة على المنابر، وكل جمعة بتبقى فيه درس معين للخطبة، مثلا النهاردة عن الأخلاق، النهاردة عن ترابط المجتمع، الكلام ده كله. ولكن الفيديوهات اللي هي بتبص، إذا كان بيقصدها الأستاذ خالد، دي النهاردة السوشيال ميديا زيها زي أي حد. يعني ما السوشيال ميديا النهارده حد بيطلع بيتاجي، حد بيتكلم على الارهاب، حد بيتكلم على سياسات الدوله، حد بيتكلم، ده النهارده يحاسب النهارده اذا كان يقع تحت طائله القانون فيحاسب. بس عايز اقول لحضرتك انه يعني كنت ههزر واقول هم عارفين ان سيادتك موجود مثلا فمش هيقولوا كده، لكن لا، الحقيقه انه الجوامع او المساجد الصغيره والزوايا اللي بتظبط قهرا خطبة الجمعة، وطول الأسبوع كان برضو دي ملاحظة لزميلنا الأستاذ دسوقي رشدي، طول الأسبوع الدروس بيحصل فيها إيه؟ جوامع دي أو المساجد دي ممسوكة من الفكر السلفي؟ هل هي المنابر دي عليها رقابة حقيقية لإيه اللي بيخش في دماغ الناس طول الأسبوع في الدرس؟ الموجود دلوقتي السيد وزير الأفريد، الدنيا اختلفت دلوقتي حياتك يا سيدي. يعني فعلا في كل مركز في مدير اداره اوقاف، في معاه مفتشين، في معاه موكله. معظم المعينين، او مش هقول النهارده كل المساجد اللي موجوده، هقول على مستوى القرى والمركز عندي، كلهم يا تابعين للاوقاف، يا اما بيجي حد بيتم يقوم يلقي الخطبه باليوم بالخطبه،
وتحت سيطرة الأوقاف ومتابعتهم والمفتشين موجودين، وبتحدد الخطبة اللي بتقال عليها وبيحدد له الموضوع وهو بيقول بقى بينطلق فيه. إنما وأنا بلف في مساجد كتير يعني، وممكن ساعات مش معناه أنا بدخل بيلاقوني داخل قاعد بسمع الخطبة. لا يعني أنا قصدي حضرتك شفت إزاي مش عايز أسميه مراجعة لأنه هو واضح أنه الكل الأصوات العاقلة بتسميه استمرار تجارة. حضرتك شفت إزاي الفيديو بتاع محمد حسان، فيديو إسحاق الحويني، دكتورة سعاد صالح من لسه من دقايق تراجعت عن فكرة نكاح الحيوانات وقالت أنا ما كنتش واعية، ما عرفش ليه ما كنتش واعية، بس يعني حضرتك بتشوف الحاجات دي إزاي؟ بأمانة يعني أنا شريحة كبيرة جدا مجتمع لا تعنينا هذه الفيديوهات ولا أشاهدها ولا لها أي تأثير عندي نهائي. طب هل كان لها تأثير لما كانت بتحرض؟ بص يعني لما يقولوا احنا كنا مش واخدين بالنا ملهاش قيمة، لكن لا لما لا كانوا لا بيحرضوا لا تحاسب طبعا عليه. انا بقول لك كمواطن وفي مواطنين كتير زيي، لا فعلا انا لا اشاهد هذه الفيديوهات ولا ليها مكان عندي ولا في اسرتي ولا كان ده مش موجودة. انا احنا دايما عند راحتك المفروض الواحد يستفتي قلبه في اي شيء استفتي قلب، انما انا ضد ان انا استمع الكلام ده كله، لا انا استفتي قلبي في كل شيء. كلنا عارفين سيادتك الصح من الغلط. طيب بصراحة 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 اتفضل. مش في التلفزيون؟ لا الصراحة انا لا مش في التلفزيون. لا على التلفزيون لا بصراحة. حضرتك لما بترجع البلد كده وتقعد في هدوء كده وتتكلم مع اللي في سن اولادك واللي في سن احفادك وتلمح كده الاحاديث البسيطة، الناس البسيطة شربت ولا ما شربتش من الافكار المتطرفة اللي ضد الاخر، بيقولوا الشيخ قال، بيقولوا في الجامع. هقول لحضرتك على قصة. انا كنت بصور في حي الاسمرات وكنت مبهور انا وزملائي من التوطين العبقري اللي حصل في مكان يعني في درجة حضارية مختلفة خالص عن اللي كانوا عايشين فيه في الزلزال. تمام. لقيت الاطفال الصغيرين جم بيسلموا عليا وبيهزروا ومرحب بالتلفزيون بيكلموا معايا وانا كلمت معاهم. تمام. بتكلم بقى بشد كده اطراف الحديث، ايه رأيكم في الجامع الجميل اللي معمول والمكتبة والمسرح والملعب والكنيسة؟ طلع لي ولد منهم، ولد جميل بريء صغير عنده مثلا 10 سنين 11 سنة، ما كانش مفروض يعملوا كنيسة. رد الولد زميله المسلم مش عارف كان اسمه مصطفى، قال له ليه؟ ما هو المسيحيين برضو المفروض يصلوا زي ما احنا بنصلي في الجامع. يبقى اذا هو هنا في بوء لجيل اكبر. هو الولد هيقول كده ليه الا لو كان سمعه من ابوه او من امه او من اخواته اللي بيروحوا الدرس او او او. احنا لازم نعترف انه الاجيال الصغيرة دي مش عرضة، لا شربت. صحيحك معانا ايه؟ يعني ما اقدرش اقول ان ده ارهاب. يعني في بعض حالات ممكن في البلد عندي ناس بنسميها النهارده متشدده دينيا وليس ارهابي. في فرق النهارده ان واحد متشدد ديني وليس ممكن يبقى انا عندي في الاسلام واحد متشدد ديني، ممكن في الدين المسيحي متشدد، ممكن في الدين اليهودي متشدد. متشدد المتشدد في الدين بتاعه بطريقه معينه. طب اليهودي المتشدد بيقتل الفلسطينيين وبيبني على ارضهم يعني، ما هي هي مش عايزين حد متشدد خالص. وهل الفلسطيني ده احنا بنعتبره ارهابي؟ لا، احنا بنتكلم على ان التشدد هو بدايه التطرف، والتطرف الفكري اللي اوله تعصب خلاص سهل يمسك سلاح. ما ده ضرب. احنا شايفين النهارده مشايخ الازهر وشايفين النهارده الاوقاف، احنا بنقول دايما الدين الوسط والاعتدال في كل شيء. طب بما ان ده دورنا بقى. طب خلاص ده كلام عظيم. نبدا من حيث انتهى الاخرون. حضرتك تكلمت عن مشايخ الازهر وعن الاوقاف وعن وعن. هل حضرتك شفت في المؤتمر الاخير لتجديد الفكر الاسلامي الحوار اللي حصل ما بين دكتور عثمان الخشت ومحاوله بس افكار فيها شيء من مش عايز اقول الاستناره لالا اكون يعني محسوب على تيار دون تيار، ودي مش مزبوط. مش قضيه انا متخصص فيها. والرد من فضيله الامام الاكبر والتعقيب من دكتور عثمان، هل حضرتك بتشوف انه الازهر والاوقاف و قايمين بدور كافي يواكب مطالبات الرئيس الحسيسه من 6 سنين في كل تجمع، في ليله القدر، في رمضان، في العاشوراء، في كل خطاب للرئيس يقول يا جماعة مش عايزين نحفظ بس، عايزين نعمل باللي احنا بنحفظه. يا جماعة عايزين خطاب معتدل. يا جماعة كلموا الناس بمقتضيات عصرهم. يا جماعة الحاجات اللي في المناهج دي لازم تتزبط. ايه رأي حضرتك؟ لا بص حضرتك، يعني هنقول ان الحوار او اللي ما بين كان فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف وما بين السيد رئيس جامعة القاهرة، انا من وجهة نظري حوار مفيد جدا وما فيهوش اي حاجة، ولكن في حبة الناس ان هي
تقلب الرأي العام، ولكن طبعا لم ينجحوا. ولكن أنا شايف بالعكس ده يعني ضمن الحوار المجتمعي اللي بيطالب به رئيس السيد رئيس الجمهورية، وإن يبقى في حوار والرأي والرأي الآخر وإيضاح الأمور كلها. ولكن حضرتك بتقول لي هل قاموا بأيمين بالدور؟ يعني أنا شايف على مستوى إدارة الأوقاف، لأن ما هي 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 المتحكمة النهاردة، وهي لها الدور على مستوى دور العبادة في مصر. أنا شايف النهاردة بقدر المستطاع أن معظم مساجد النهاردة، حتى إحنا يا أستاذ هاب لما بنلاقي في مسجد مش تابع للأوقاف، إحنا كنواب بنقدم طلب وبنقول لوزير الأوقاف عايزين المسجد ده يخش تابع للأوقاف عشان يبقى فيه سيطرة، لأن دايما ممكن اللي كان بتبص وإحنا لسه مش شايفينها دلوقتي، اللي هي المساجد اللي هي تعتبر الزوايا الصغيرة والحاجات اللي هي غير تابعة للأوقاف اللي بيتم استغلالها. ولكن أنا بطمن حياتك، لا، عيون الأمن موجودة كويسة جدا، المتابعة الأمنية موجودة برضو، إدارة الأوقاف متابعة، وهو وزير الأوقاف بأمانة يعني ما بيبخلش إن أي مسجد إحنا عايزين ندخله تابع الأوقاف ما بيتأخرش نهائي. ولكن حياتك ما أنت يعني على طول البشرية وعلى طول تواجدنا، لازم هتلاقي سنتك فيه فكر متطرف، لازم هتلاقي فيه فكر متشدد، هل ليه في كل الأصول؟ هو طبعا الحوار، اسمح لي أقول لحضرتك رأيي متواضع، إن المشكلة ما كانتش في الحوار الديمقراطي، طبعا جميل وإحنا بنرحب بالحوارات اللي بتقول رأي ورأي آخر، لكن المشكلة إن كان في مطالبة بتجديد التراث، وكان في رفض لتجديد التراث، بل حماية التراث والحفاظ على التراث، وفي مفكرين بيقولوا إن التراث فيه مشاكل كتير. بس ما علينا، ما إننا مش قضيتنا المتخصصة، خلينا نروح للبرلمان. كان رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال دعا في أكتوبر الماضي لتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب. اللجنة اتشكلت ولا لأ؟ وما تشكلتش يبقى ما تشكلتش ليه؟ والله يعني اللجنة لأنها بتبقى عايزة تأني شوية، وحتى وقتنا هذا لم يعلن، ولكن أعتقد أن ممكن يكون الدكتور علي بل تم تشكيله وأمانة المجلس، ولكن حتى الآن لم تعلن تشكيل اللجنة. لأن أنا من ضمن الناس، نتيجة أن خبرتي في مجال مكافحة الإرهاب وعملي في المخابرات الحربية، أنا قدمت السي في بتاعي برضو على أساس أن لو شكلت اللجنة نبقى عضو فيها، نتيجة مسيره ونتيجة شهاداتي وفرقي وتعليمي وكل خبرتي السابقة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. وما فيش يعني حتى في الأروقة كده ما فيش حوار أنه أيوة يا ست اللي وحضرتك معانا، لا مش معانا، لا ما فيش لجنة من أصله يعني. لا، هي أعلنت إنما من أصله ما أعتقدش إنها يتم التراجع، إنما هتشكل. هل بقى فيه تأني فيها؟ هل في دراسة متأنية؟ المجلس القومي لمكافحة الإرهاب اللي ضم خبرات عائلة مصرية، هل حياتك بتشوف إنه بعد 3 سنين على تشكيله كان ليه دور حقيقي في 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 حتى متواجد حتى في ذهن الشعب المصري إنه هو بيقدم شيء؟ أنا شايف الدور دور فكري ودور ثقافي، وعلى القناة الفضائية والاجتماعات الخاصة، ولا ويعني في اتجاه كدراسات ودروس مستفادة وتوصيات بتطلع. طب آخر سؤال، هل حضرتك بتشوف الأداء البرلماني في الفترة دي يعني نسبته من المأمول يعتبر كم في المية؟ أقول لحضرتك وسيبني بقى أتكلم فيها. أنا كنت نائب في 2010 وكنت نائب حزب الوطن الديمقراطي في 2010 عن حزب الوطن الديمقراطي. ما كنتش قادر اتكلم في 2010 الا باذن ان انا اتكلم. انا شايف دلوقتي نائب عن الحزب الوطني، وانا نائب عن الحزب الوطني ما تقدرش تتكلم، كان لازم ابقى انا بتكلم على المعارضه كان بيعملوا فيهم. انا بتكلم على هوا حضرتك اهو، كنت لازم ابعت الطلب اللي انا عايز اتكلم للمهندس احمد عز، اخد الاذن ان انا ايه الموضوع اللي اتكلم فيه واتكلم وما اتكلمش. ده اللي كان مطبق. انا النهارده بالعكس، انا شايف الدكتور علي عبد العال، انا من وجهه نظري من انجح رؤساء مجلس النواب اللي تولوا رئاسة المجلس، خاصة في هذا الوقت العصيب اللي احنا مرينا به. كم القوانين اللي كان حماصر يجي 400 قانون اللي تم عمله لازم يتم عمله فترة وجيزة، يا إما هيسقط ونرجع نعيده من الأول، كان لازم يتعمل. الحرية اللي هو مديها حتى للمعارضة، حتى 25-30 حرية بيقوم يقول اللي يقوله. أنا بقوم أقول زي ما أنا عايز أقول، مفيش سيطرة. وانا بقول لحضرتك كويس كويس ان احنا بنقول دي مرحله برضو ما حصلش. فاكر الجمله الشهيره بتاعت خليهم يتسلوا؟ لكن السؤال، الاداء البرلماني المأمول احنا وصلنا لكام في الميه منه؟ مش هزعل لو حضرتك قلت لي 40. لا لا، ما قلت لي 70 كتر خير، لكن عشان يبقى فيه مساءله لوزيره الصحه مثلا ويبقى فيه مطالبه بسحب الثقه ويؤيدها رئيس المجلس، وبعدين يتقال اصل ما تسحبش الثقه لانه بعض النواب روحوا وما كانوش عارفين ان لابد ان يكون في نصاب قانوني لسحب الثقه. نتكلم بصراحتك، الاداء البرلماني يعني ما فيش صراحه اكتر من كده استاذ، الاداء البرلماني هيبقى كامل وتمام ومكمل
عندما يتم تنفيذ ما يدعو اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو يبقى في عندنا 4 أو 5 احزاب قوي داخل المجلس هيتم التفاعل، ولكن انت عندك النهارده عندك اكتر من 100 حزب وما فيش اي تفاعل داخل يعني المجلس. الاداء البرلماني يتمتع بتشتيت عدد الاحزاب، هذا الاحزاب لانها تصبح ان في كتل قويه داخل المجلس هتقدر تتكلم زي ما بنشوف كده في بريطانيا، زي ما بنشوف في اي بس، وده اعتقد كلنا عارفين ده اللي بيدعو ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا كواحد كنائب انا بتمنى فعلا يبقى عندي 4 أحزاب 5 أحزاب قويه جدا، حتى لو الحزب الاغلبيه النهارده ب 40% وفي 4 أحزاب كل حزب 15%، معنى كده ان هو حتى 40 لو خد النهارده حزب معاه في حضنه وفي اي حاجه اذا هيسيطر على القرارات كلها داخل مجلس النواب. بتمنى انما تلاقي النهارده حزب فيه نائب لا اتنين. وكمان لازم يكون فيه مرجعيه سياسيه للحزب ويكون له فكر ويكون له رؤيه مستقله، مش ان انا اخد مجموعه ولاد رجال الاعمال واعمل بيهم حزب عشان اخد منهم فلوس. بجانب في نقطه تانية هقولها برضو لحضرتك وواضحه كده حضرتك حاسس بيها، النهارده لسه ما زال فكر النائب هو فكر خدم. انا النائب بقول انا مش فكر خدم، انا راجل رقابي، انا عضو مجلس محلي، انا بس كده، انا رقابه تشريع. يعني انا عنده بكره انا بتكلم على هو مثلا قبل ما اجي بساعه اخترت من محافظه غربيه، انا محافظ نازل يفتتح بكره 5 قرى. قلت لهم لا، ما هو بيبلغني من نازل، انا بكره عندي ارتباط في لجنه الدفاع والامن القومي، عندي عمل في اللجنه، عندي عمل في هيئه الصرف الصحي مع وفد من البلد جاي لي وراح اطلع معاه، عندي مقابله داخل مجلس النواب. اذا هو ده شغلي اجدى وانفع ان انا انزل عشان اتصور او ان انا اقف في لقاء. مش بعض الساده النواب لما كنت اسالهم طب ليه ما حصلش حاجه في الموضوع الفلاني، حياتك كنت بقدم مشروع قانوني، يقول لي احنا مستنيين مشروع الحكومه. طب مستني مشروع الحكومه ده شغلتك ان انت تشرع، انت تجيب 10 9 معاك وتعملوا المشروع يبقى يتناقش ويتاخد فيه قرار. مقدمين، انا مقدم مشروع في تعديل بعض مواد قانون الخدمه المدنيه وتصدى من مجلس النواب، من السيد رئيس المجلس ومن الامين العام، ودخل لجنه عشان يدرس بعض تعديلات قانون الخدمه المدنيه. النائب اللي عايز يقدم حاجه بيقدمه، عنده قانون تاني برضه تعديلات في بعض قانون اللي هي قطاع الاعمال برضه بجهزه عشان اقدمه. لا، في نواب شغالين، وفي نواب النهارده طبقا للشارع هو طول النهار بيلف بيطرق الابواب. انا الانتخابات الجايه انا عندي قناعه تامه استاذ ايهاب، قناعه تامه ان انا اقف على باب المسؤول واخبط مش هقدر احاسبه، وانا ضد هذا الموضوع. طب قول لي الانتخابات اللي جايه امتى؟ الانتخابات الجايه ان شاء الله، ما احنا في شهر على اول 8 هترفع الدور البرلمان اللي هو الرابع الانعقاد الخامس، والانتخابات هتبقى زي اي سنه في شهر 11 و12، واحنا مستمرين لحد 9 يناير 21. ان شاء الله بعد 9 يناير او في 12 هتكون النتيجه طلعت ويتم حلف اليمين. توقع فرز حقيقي للي بيشتغلوا من اللي ما بيشتغلوش الانتخابات اللي جايه بدون تاثير من اي حد بره البرلمان؟ ما فيش تاثير خارجي، ولكن ممكن يبقى المال له تاثير. بشكرك جدا سيادة اللواء، نورتنا. شكرا. نناقش هذا الموضوع في حين وبقى ونشوف مين اللي بيأثر ونقدر نقول اسمه ولا لا. شكرا جزيلا سيادة اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، نورتنا. فاصل قصير مشاهدينا، ونتحدث أيضا عن نتيجة من نتائج الإرهاب، وزي ما اتكلمنا في الفقرة دي عن مكافحة الدولة وهبة البرلمان ضد الكيانات الإرهابية والأشخاص الإرهابيين. هنشوف في الفقرة اللي جاية شهداء مصر في ليبيا وما صنعته مصر وما صنعته الكنيسة المصرية من أجلهم. مساء الخير. حضراتكم معنا مرة تانية في مساء الخير. الحقيقة انه شهداء مصر في ليبيا يعني انا ليا معاهم موقف لا ينسى، واعتقدش ان في اعلامي تعرض له، انه كان معايا اخو الشهيدين بشوي وصمويل استفانوس في الاستوديو على الهواء مباشرة اثناء اعلان استشهادهم، وكان الحقيقة حالته يعني طبعا صعبة وطلب انه يسيب الفقرة ويمشي وحصل فعلا. وكان ليا شرف بعدها اني زرت الكنيسة في قرية العور وزرت حوالي 13 بيت من بيوت الشهداء واخدت بركتهم وبركة ملابسهم واهليهم الجمال. النهاردة بنحتفل بيهم بشكل مختلف. النهاردة بعد افتتاح سيدنا انبا بفنوتيوس
مطران صمالوط وتوابعها للمتحف والبانوراما الخاصة بيهم في كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن في قرية العور. بيشرفنا يكون معانا الأستاذ الدكتور جرجس الجولي أستاذ النحت بجامعة المنيا للحديث حول البانوراما والتمثيل. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. أهلا بيك دكتور جرجس. يعني أنا عايز أبتدي معاك من نقطة يمكن غريبة شوية، هل هو مجرد تكليف من أب أسقف، ولا حضرتك لما حصلت الحادثة من 5 سنين أو كده حسيت أن لازم يكون في مساهمة فنية لتستثمر خبرة حضرتك الطويلة في فن النحت لتوثيق هذه الحادثة يعني على مر التاريخ؟ يعني هو بالفعل أنا كان في رغبة شخصية أن أنا باعتباري نحات أن أخلد هؤلاء العظماء في تاريخ الكنيسة، وطبعا ما كانش هينفع أن أنا لوحدي أقوم بهذا العمل. فجت الفرصة المناسبة لما طلب مني نيافة الأنبا بفنيتوس مطران صمالوط أن أنا أجهز تصميم يصلح لعمل نصب تذكاري لهؤلاء الشهداء. فبالفعل جهزت له تصميمين، اختار واحد منهم، ولما رسينا على هذا التصميم اللي هو اتنفس حاليا دلوقتي بدأت بقى في تنفيذ هذه الشخصيات. بدأت أجمع صور من على الانترنت وبعض الكتب اللي جايبة فيهم صور الشهداء، وكونت داتا يعني عن الشخصيات، وبدأت أنحت في الشخصيات. رأيت أن أنا أحاول أعملهم في وضع الثبات والقوة، وهو ده اللي ظهر فيه التمثيل، أنه ما يبقوش شخصيات مهترئة، شخصيات ضعيفة، شخصيات مثلا في حالة ذعر. النصب التذكاري ده بيضم 21 شهيد، احنا طبعا هم 20 شهيد من الأقباط، بالإضافة إلى الشهيد ماسيو، الشهيد ماسيو الأفريقي. بدأت فنحت الشخصيات، ولما اطمنت ان الشخصيات اتحقق الكاركتر فيهم استدعينا أهالي الشهداء للمرسم عندي، وأطلعناهم على المرحلة اللي احنا قطعناها، وبعديها بدأت في إنتاجهم بخامة الخرسانة المسلحة. يعني فكرة الخرسانة المسلحة دي فكرة جديدة بالنسبة لنحت. يعني دايما تمثيل يا إما بتنحت حجر، يا إما بتنحت مثلا تصب مثلا بوليستر أو جبس أو حجر صناعي أو برونز. إنما فكرة الخرسانة المسلحة ميزتها إنها برضو خامة قوية، تستحمل، ليها قدر من الاستدامة. يعني لأنها طبعا البانوراما محطوطة في عوامل التعرية، محطوطة في الهواء الطلق. أيوة، وغير كده أن أنا نفس الخامة الخرسانة نفسها رعيت أن أنا أقويها ببعض المواد اللي هي بتكسبها صلابة وتحميها من الرطوبة ومن المية ومن الحرارة، وهي بطبيعتها برضو أكثر مقاومة للظروف الجوية دي، خصوصا أن النصب التذكاري ده محطوط في الحديقة بتاعة الكاتدرائية، في يعني متعرض للبرد والحر والضوء، ويعني كل عوامل الجوية هتعرض لها. فأنا أعتقد الخرسانة هتتحمل عن بعض الخامات الصناعية اللي كان ممكن ننتج بها هذا العمل الفني. لكن إزاي دكتور حضرتك يعني الخرسانة دي إزاي يتم التعامل معها بهذه النعومة اللي إحنا شايفينها في المنتج النهائي؟ الخرسانة دي بنشوفها يعني كتل كده فوق بعضها وليها ملمس رملي ووا. هي برضو ده تطلب مجهود وتكنيك إن أنا أطلعها بهذا المستوى. هو أنا ما نحتش في الخرسانة بشكل مباشر، أنا نحت التمثيل عادي بخامة الطين الأصولي، ورجعت عملت للتمثيل دي قوالب من الجبس، وطلعت من القوالب الجبس نسخ من البوليستر، والنسخ اللي من البوليستر دي عملت لها استنباط رابر، والاستنباط الرابر دي صبيت فيها الخرسانة المسلحة. أنا فاهم كويس. ما كانش ينفع شكل الخرسانة بشكل مباشر. أنا فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه، لأنه أنا التجربة دي أجريت ليا مرتين، مرة في مسرحية كانت إخراج نور الشريف، كان عملها لي دكتور عبد السميع أستاذ الفنون التطبيقية
في المرتين، ومرة تانية كنت بعمل مسرحية عن موتسرت، وبرضو كانوا محتاجين أشباح تطلع في الأول، فعملوا لغاية مرحلة البوليستر وشكلوها. وهي دقيقة طبعا، وحتى لو في جرح قديم أو كده بتبان في الرابر، في الستامب يعني، في الستامب يعني. لكن عايز أسألك يا دكتور، يقال إنه النحات أو الرسام أو المصور يعني لازم يكون على علاقة شخصية بالشخص اللي بينحته أو بيرسمه أو بيعبر عنه، هل حضرتك اكتفيت بلحظة الشموخ اللي كلنا شفناها في الفيديو، ولا كان في محاولة للتعرف أكتر من أسرة كل شهيد على أكتر حاجة كان بيحبها؟ احنا شفنا مثلا القصة انه في بعض الناس كان بيجي لها لحظات ضعف زي أي إنسان، هناك جرجس الغول كانوا بيسمينه يقويهم، يعني اللحظات الدرامية دي، هل حضرتك اعتنيت بيها بأي شكل أثناء مرحلة التنفيذ؟ هو طبعا الوقت كان مضغوط، يعني ايه؟ يعني احنا بدأنا الفكرة دي من 3 شهور ونص بالضبط، من يوم 26/10 فما كانش في مساحة ان انا تفاعل مع اهالي الشهداء نفسهم، انما انا اعتمدت انا يعني عشان انفذ الشخصيات برضو عملت بحث من تجميع الصور، لان انا بتعامل مع شكل يعني. أي. انا والشكل ده انا عايز اخرجه برضو بشكل معين يعني. في الاخر ما كانت الاكتر حاجة يهمني ان انا اعمل كتل قوية ثابتة، يعني ما تبقاش الكتلة ضعيفة او في انحناء او في تفريغات كتيرة في الكتلة، فده بيظهر يعني بينعكس على شخصية صاحب الفني او صاحب فيعني انا بعالج العناصر الشكل نفسها، الخطوط والكتل والفراغات واللون والحاجات دي، هي اللي في الاخر بتنتج لي عمل فني قوي. كنت بحاول انتج يعني من خلال توظيف هذه العناصر بشكل جيد ان انا اقدم شخصيات قوية، شخصيات ثابتة، نظرتهم موحدة في اتجاه معين، وغالبا في اتجاه السماء، لانهم بيتطلعوا الى حاجة ابعد من مستوى الارض ما يعني في نظراتهم. سويت ما بين كتل الأجساد، يعني الجسم كله موحد يعني في كل التماثيل، عشان ما يبقاش فيه حد رفيع قوي وواحد فيبان أقل مثلا اهتماما من الشخص الضخم التاني مثلا، أو واحد رفيع فيتاخد. لا يعني بالنسبة لنا كلهم كان إيه، إن أنا أجسدهم في كتلة متماثلة متماثلة من ناحية كتل الجسم فقط. أيوة. لأنهم أصبحوا بالنسبة لنا متساويين في المحبة، في القيمة، في القيمة، ما فيش يعني البطولة، كلهم أولادنا، كلهم الشهداء بتوعنا. صحيح. يعني بغض النظر عن فرق السن أو المستوى التعليمي أو أي حاجة، دي ضاعت الفارق بقى، وهم عناصر رمزية بالنسبة لنا. إنما طبعا مهم إن أنا أحقق الشخصيات، فده اللي خلاني حاولت أبحث في قدر من الصور تخص كل واحد. طبعا احنا انا كنحات ما بيكفنيش في عمل البورتريه الصور بس، المفروض ان يقعد قدامي الشخص، فانما مع ذلك انا حاولت اتعمق في ايه، في دراسه الصور دي، رغم ان في صور برضو انا بحتاج المفروض صور بالجنب. كان الصور يعني في بعض منها بيبقى يعني صور نظيره، انما مع ذلك انا حسيت ان انا قدرت اوصل لعمق الشخصيه بحكم اندماجي مع حتى الصوره الوحيده دي اللي بتبقى من خلال القصه. طبعا بحثت على قدر اكتر من الصور اللي اقدر بيه اجيب الابعاد المختلفه للشكل، من ناحيه اذا كان الوش مستطيل او مدور او الشعر مثلا مجعد او ناعم، او يعني الحاجات دي ابتديت من خلال ان انا اتتبع على العديد من الصور للشخص الواحد اقدر اوصل للشكل بتاعه. انا هرجع لكلامي مع حضرتك عن روح العمل، بس معايا على التليفون الاستاذ بشير شقيق الشهيدين بشوي وصمويل. اهلا يا استاذ بشير. اهلا وسهلا بيك. يعني انا لسه كنت بحكي حكايتنا سوا لما حضرتك كنت منورني يوم اعلان الفيديو، والنهارده اقدر اقول لك كل سنه وانت طيب بتذكار الشهداء العظام وبشوي واستفانوس، دول بقى يعني حكاويهم ملاش اخر. وانت طيب وكل الشعب القبطي طيب. يعني لو تكلمني عن الاحتفال
وإحساسكم بالتماثيل وبالبانوراما وبالمجهود الكبير لتكريم إخواتك. ماما قد إيه كانت فرحانة، بقية الأسر. هو الاحتفال كل سنة عن سنة بيزيد حلاوة. صحيح. لأن الشهداء صراحة يعني حاجة قمة الاعتزاز، وبيبينوا عن نفسهم كل فترة والتانية يعني. فالاحتفال السنة دي كان مختلف من نوعه. التماثيل بتدل على طريقة الاستشهاد. حتى لو هي مثلا الأشكال مش جاية كطبيعتها. مش دقيقة. هي بتدل كيف إن هي طريقة الاستشهاد حصلت. بنخش للبرنامج جوه في المزار، بتحكي كيف عشنا مع الشهداء ال 45 يوم او الفترة اللي هم اختطفوها، فترة الاختطاف، وكيف حصل الاستشهاد. فصراحة يعني نقفة لمبة بتبسط مترمى يعني مهتم بالشهداء، لانهم شرفوا مترمية سمالوط عامة والشعب القبطي كله. ده صحيح. قول لي يا استاذ بشير، لما رحت اول مرة تشوف التماثيل كان احساسك ايه لما شفت التمثال بشوي وتمثال صمويل؟ هو انا اول مرة احكي لك باحتفال، اول مرة العيد اللي فات ده وعيد الميلاد اللي فات لما وجود الاجساد كانت موجودة معانا، انا رحت اول حاجة قمت من النوم الصبح ورحت عيادت على اخواتي وقعدت معهم شوية ومشيت. حلو قوي. بتيجي تاني حاجات يعني حاجات بتحس ان هم ايه فعلا اتواجدوا معاك موجودين معايا، وكل ما بتظهر حاجه زي كده كالتماثيل كالاجساد كالحاجات دي كلها بتحس ان هم موجودين فعلا. هل حسيت برضو لما رحت هناك ان نفس الشعور موجود عند كل اسر الشهداء؟ كانوا جايين برضو يعيدوا عليهم ويفرحوا بيهم في المزار بتاعهم، ولما اتعملت التماثيل كانت يعني فخرهم بيهم بيزيد. هو كلمة وقالتها أم الشهيد مينا. قالت هو لو ما يرجعوا كأنه ما بقتش عنده خالص، لما يرجعوا بالأجساد كأنهم خلاص رجعوا لأحضاننا تاني مرة أخرى. يعني مش حاجة مش غريبة، في كل أسر الشهداء حد الطبع ده موجود. حسوا ان هم خلاص رجعوا لهم كانهم في حضنهم فعلا يعني. في فرق ما بين تكلم ابنك بالتليفون من انت تروح تقعد معاه وتحكي له. صحيح صحيح. كل سنه وحضراتكم طيبين وتعيشوا وتفتكروا، فخر لمصر والعالم كله، شهداء مصر في ليبيا. بشكرك استاذ بشير شقيق شاهدين بشوي واستفانوس، بشوي وصمويل استفانوس. والحقيقه انه يعني اكتر من حد من الامهات قالوا ان هم كانوا بيظهروا لهم باستمرار، بطلوا يظهروا لما جم، لان خلاص بقوا موجودين. هم بيعتبروا المزار كل واحده بتحضن المزار كانها بتحضن ابنها. عايز ارجع لمشاعرك دكتور جرجس وانت بتعمل هذا العمل النبيل، اكيد مختلف عن اي تمثال نحته لمجرد شخصية معروفة او لتجسيد لحظة او مناسبة وطنية او غير كده. هو طبعا باعتبارهم عظماء في الكنيسة، انا برضو كنت حاسس بمسؤولية ان انا مفروض اقوم بدور في تخليد هؤلاء العظماء. يعني الفرصة جات لي فانا كنت اكتف معاها، كنت متفاعل جدا، وكنت حاسس بان انا هاخد بركه كمان، مش مجرد ان انا يعني بنفذ عمل فني زي بقيه الاعمال الفنيه، انما العمل ده في مسؤوليه عليا ان انا اظهرهم بصوره يعني ترد الاعتبار او تديهم يعني وضعهم باعتبارهم شهداء زي ماري جرجس وزي ابو سفين وزي بقيه الشهداء يعني. فكانت فرصه كويسه بالنسبه لي. تفاعلت معاهم جدا رغم ان انا مضيت نص وقت ال 100 يوم اللي انا نفذت فيه العمل ده، مضيت نص الوقت انا كنت في حاله مرضيه شديده يعني. ومع ذلك انجزت ده ببركه صلواتهم. طبعا يعني
نشكر ربنا يعني. هم زي ما احنا شايفين محطوطين على درج بحيث انه كل صف يبقى اعلى من الصف اللي قدامه، صح كده؟ هو الهدف من التسلسل ده او الترتيب ان اقدر اشوف كل الشخصيات حطيتهم في تكوين هرمي. السيد المسيح هو يعني قمة الهرم من فوق، يعني برضو عايز اوجد حالة من الترابط لانهم عناصر كتيرة. أيوة. من ناحية الشكلية لو انا ما اصبتهمش، وحضرتك عامل لكل واحد تمثال منفصل، فبقى الحضن هو اللي بيربط، ما هوش تمثيل متلاحمة ببعض. أيوة. فكان انا لازم أن اوجد الربط ده، يعني زي المسرحية ما ينفعش يبقى فصل بيتكلم عن الموضوع وفصل كذا، لا لازم أن يبقى فيه خيط بيربط الكل، وحدة الموضوع. طب انا ما عنديش الخيط اللي يربط ده، انا رصيتهم في تكوين مترابط من ناحية الإطار العام. طبعا المسيح إيديه يعني ماسكة النهايات، قافلة الخط بتاعي التكوين بتاعي كأنه بيحضرهم كلهم أو أطراف العدد الزراعية. على فكرة ده تمثال المسيح برضو بالخرسانة المسلحة، عملنا عمود. أنا كنت حسأل بقى حضرتك، عملنا عمود خرسانة كده بالفعل. ورجعنا لبسنا فيه الاسطمبة اللي أنا كنت عاملها، أنا كنت ناحية التمثال مسبقا وعامله اسطمبة، وجيت ركبت الاسطمبة في العمود الخرسانة اللي هو طالع منه أشاير حديد كده أسياخ خمسة لينيا قوية للزراعين. وبعدين قفلنا الاسطمبة، وكان في جزء من فوق هو اللي صبنا منه الخرسانة، يعني ده مسبوب خرسانة زيه زي العواميد بتاعت العمارات. انما تقدر توصل للتشكيل ده والفينشنج ده ازاي، احنا ما فنشناهوش يعني جامد بعد ما الصب، هو طالع بالفينشنج خصوصا زي ما حضرتك تفضلت العالي. انا حاولت ان انا الزراعين المعلقتين دول برضو مش سهلين في النحت يعني. لا وفي الخرسانه ده تقل كان عمودين كده طايرين بالزبط. برضو لازم تحسب الاوزان وتحسب الـ 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 التسليح بتاعه. انا مش مهندس يعني معماري، انما يعني بحكم ان انا بعمل تكوينات لازم اراعي فيها الاتزان. فحققت قدر من الاتزان فيه. انا شايف ان تمثال المسيح هو التمثال يعني جديد، يعني طب قول لي ما نقلتوش من حد، يعني ما نقلتش تصميم معين، ده تصميم انا. انما برضو لما تبص عليه هو شخصيه السيد المسيح. طب هو بيفكرني شويه بالتمثال الشهير بتاع ريو دي جانيرو، بس الثاني الايدين مرفوعه اكتر، الثاني مفروده جامد كده والعباية محبوكة عليه، تحس انه هو فيونكة كده شديدة قوي يعني، والجزء اللي من تحت كده نازل بطريقة يعني برضو الهدوم او اللبس واخد طرازها من الاغريقي. ايوة التوجة اليونانية. انما هنا انا التبسيط ده تبسيط الفن المصري. قاعدة التماثيل دي واخد حرف ال زي ابو الهول. انا عملت الايدين من ورا مضمومه، عملتهاش مفكوكه، مش عايز ابين ان هو ضعيف وهو في لحظه الضعف هو قوي. حلو قوي. يعني بالظبط زي ما بنشوف في الفن المصري دي تمثال خفرع وهو قابض ايده كده، ده رمز القوه. فانا برضو يعني حتى في التكوين لازم يبقى لي يدي تعبير، ممكن التعبير ده ما يتقالش، انما الشكل هو اللي يحكيه، الخطوط، الكتلة، الاتزان، الرسوخ اللي المفروض ان انا رعيته في اللون. انا مرضش اخش في حتة اللون عشان ما يبقاش شغل يعني كأنه شغله صيني، كأن حاجات احنا بنشوف التمثيل المصرية هو لون ثابت. هو لون ثابت هو لون ثابت، ويعني حاولت اختار نوعية اللون تتحمل، مرضتش ما فيش فينيشنج تحت. ويمكن التصوير مش مبين قوي، هو اقرب للبني المحمر شويه، هو زي الجرانيت المفروض زي الجرانيت. برضو انا عايز ادي احساس بقوه الخامه، يمكن دي برضو الناس عايزه تشوف لون ابيض ولون شعر مش عارف ايه وعنين ايه. المواضيع دي الناس البسيطه بتبحث عنها. التمثال المسيح برضو الناس عايزة تشوف كسرات وبتاع. انا بسطت في الخطوط. أيوة. وبسطت في الكتل، صبيت في خانة القوة بتاعت الشخص والخامة. ده سمات التبسيط، ده سمات الفن القبطي، وسمات برضو الفن المصري القديم، واقعي لكنه بسيط. كتلة قوية، مفيش تفرغات كتيرة فيها، في اتزان، تمثال قاعد
يعني لو هو مثلا مش متزن كان ممكن يقع يمين او شمال او لا. طب اخر سؤال عن شهداء ليبيا، عشان عايز اسالك عن اعمالك المهمه اللي قبل كده واكثرها قربا الى قلبك. لحظه بعضهم، بعض الاهالي قلت لي جه المرسم وبص على التماثيل وكلم معاك وحكى معاك ويمكن كان ليهم بعض الملاحظات، لكن لحظه يعني لما ازيح الستار، اللحظه اللي احنا شفناها دي، انا متصور اكيد ناس سقفت وناس هيصت وناس زغرطت، احساسك ايه من ردود افعال وشوش اهالي الشهداء بعد ما شافوا المنظر المهيب ده مكتمل كده؟ هو يعني لسه واحد كان بي كان كاتب في جريدة اللي هي البوابة نيوز، صحفي بيسأل أحد أباء الشهداء، قال له أنا أول ما شفت التماثيل حسيت إن ابني رجع. الله. وفعلا أنا لما كنت هناك كنت بلاقي الناس يطلعوا ويقف، ده يقف جنب ابنه وجنب أخوه ويتصور، حاسس ان هو ده بتاعي برضو. يعني ده شعور جميل. في جانب برضو احنا دايما الفكرة عندنا لما بتبقى مجسمة بتبقى اكثر وضوحا واكثر قابلية. ده الفرحة بقى بتاعت لما بنعمل برضو. انا يعني ليه نصيب من حاجة شبه كده لما بشترك في فيلم درامي عن حياة قديس ولاقي حد بيستلم حياة القديس ويفرح بيها قد كده ببقى سعيد. هل في تمثال منهم يمكن لاحظنا انه بقه مفتوح متضرع اكتر، في حاجة زي كده ولا كلهم شبه بعض؟ لا هو ده تمثال الشهيد جابر منير. هو طبعا انا كان لازما أبين بعض السمات الأساسية في بعض الشخصيات. يعني إحنا شفنا المشهد ده وهو بيصلي بيقول يا رب يا يسوع. أيوة. فكان لازماً يعني ده عالق في أذهان الناس. فكان لازماً إن أنا إيه؟ تمثال يدي انطباع كان الواحد سامع الجملة يعني. أيوة يعني برضو دي حتة ركنت في ذهنيتي لازماً، كان لازم ما كانش ينفع إن أنا أتغاضى منها أو أخلهم كلهم في شكل واحد، تعبير واحد، انا خليتهم كلهم في ليفل واحد مثلا. أي. من ناحيه الكتل. انما هم كاشكال مختلفه كل واحد ليه شكله. حاولت اوجد بعض التمييز. شفت يعني الراجل الشهيد توادرس بالعامه بتاعته. انا شفته في صور كتيره مميزه لي. الشهيد مين؟ الشهيد توادرس. توادرس كان اكبرهم شويه سنا. طب قول لي يا دكتور جرجس، الشهيد ماسيو مثلا لونه مميزه اغمق اكتر. عايز اسال حضرتك يعني حضرتك الشهيد كمان، معلش، الشهيد بشوي اخو سمويل اخو بشير اخو بشير اللي اتصل كان غضبان على غضبان في المشهد، فبرضه طلعته في حاله الغضب، حسيت ان دي النقطه، لان هو برضه كان زعلان على اخوه اللي معاه استفانوس بشوي بشوي سمويل. طب قول لي يا دكتور حضرتك، الفيديو كان بيجيب من اكتر، كانوا عاملينه فيري بروفيشنال، بيجيبهم من ورا ومن الجنب ومن قدام. شفت الفيديو كتير عشان تقدر تكمل صوره شكل الراس من الظهر، شكل الايدين، انحناء الظهر او ثباته؟ انا قعدت اتفرج كتير على الـ يعني من البدايه، اسيف صور واعمل كات مثلا للبورتريهات عشان تبقى هي اللي واخده الجزء الرئيسي بالنسبه لي. ده انا حتى كمان في ترتيبهم في النصب التذكاري راعيت تسلسلهم في المشهد نفسه. يعني فلان كان جنب فلان كان جنب فلان، حاولت اوجد ده عشان حتى لو اخدت كادر الواحد يبقى باين بنفس كانه في علاقه ما خلت الترتيب ده. يعني طب قول لي يا دكتور، ايه اشهر او اكتر الحاجات اللي حضرتك بتعتز بيها كانت ليك كاعمال قبل كده في النحت قبل البانوراما الجميله دي؟ انا اشتغلت كتير، يعني من اهم الحاجات طبعا عملت التماثيل الخاصه باوبرا عايده في 97 اللي هي كانت في الهرم، وكنت حاضر الحفل في 97، كانوا حاضرين ملوك ورؤساء العالم في الحفل ده، وكان حفل جميل. كان كل التماثيل الكبيره دي انا اللي عاملها. دي نسخ من تماثيل فرعونيه. دي هي طبعا حاجات فرعوني، بس طبعا الفرعوني بيحتاج مهارة أكاديمية من النحات إن يقدر يجيبها. يعني مش أي حد يقدر يجيب الفرعوني بالذات كمان، يعني حتى الأجانب لما بيقلدوه بيعملوه قريب من الروماني وبيعملوا وليه مسحة معينة. لكن مصير الأعمال دي كان إيه؟ هل هي حفظت في متحف؟ هل هي موجودة في دار الأوبرا؟
هي موجودة يعني وبتستخدم يعني أحيانا في بعض المهرجانات اللي بتبقى برضو كديكور أو كده. يعني بالتالي كانت المادة بقى أخف عشان يمكن حملها ونقلها الفايبر جلاس طبعا. يعني هي كان جانا كانت يعني ليها جانب ديكوري، بس طبعا بحكم أن تماثيل كتيرة بحجم كبير كانت هي المتصدرة المشهد، يعني عاملة باك جراوند قوي كده، وأنا كنت حاضر الحفل ده، يعني كانت حاجة جميلة. عملت برضو استكملت تمثال مريت أمون اللي هو في تل بسطة في الزقازيق. ده تمثال ايه؟ تمثال مريت أمون. مريت أمون ده في تل بسطة في الزقازيق، تمثال 9 متر كان مفقود منه تلته من تحت كده حوالي 3 متر، استكملته من نفس خامة الجرانيت. يعمل خالدة بقى من نفس خامة الجرانيت، يعني انا كنت ببص لفوق ده جدي اللي عمل ده، وانا وانا اللي عملت الجزء المستكمل ده. يعني دي حاجات مهمة يعني بالنسبة لي. طبعا عامل تمثيل في محافظة جنة. دايما بنقول يا دكتور ان الفنان لما بيبقى مثقف ده بيثقل جدا جدا. القضية مش بس موهبة أو بس خبرة، الثقافة كمان عليها عامل، وحضرتك كأستاذ ومدرس أكاديمي لهذا الفن. يعني أنا تشرفت جدا بلقاء حضرتك النهاردة دكتور جرجس، وبهنيك على يعني العمل العظيم ده اللي هيفضل أي حد يجي يزور هذا المكان هيشوف الجدارية. وبقت الناس دلوقتي من دلوقتي بتخش على الكنيسة داخلة على شوف البانوراما داخلة على النص التذكاري ده. بشكرك جدا دكتور، نورتنا دكتور. الله يخليك، أشكرك جزيل الشكر للفنان نحات الكبير الأستاذ دكتور جرجس الجولي، أستاذ علم وفن النحت بجامعة المنيا. وبشكركم مشاهدينا على وجودكم معانا، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة. مساء الخير.